وما أجمل هذا الهدف من ربيعي على ما أعتقد هو الذي افتتح باب التسجيل لمصلحة المولودية في لحظة غفلة دفاعية من دفاع فريق شبيبة الثورة. ربيعي صعد فوق الجميع وسجل ميلود الهدف الأول للمولودية في هذه الدقيقة التاسعة. شاهد كيف صعد ربيعي بم بكرة قوية وضعها له بالمليمتر فتح الله، وقلنا بأنه يمنح الكرات لما تمر للهدف، كرات طاهر فتح الله تفتح لك الطريق نحو الشباك، وهو ما قام به هنا ميلود ربيعي بقوة وبروعة يفتتح باب التسجيل في أول دور له كأساسي بعد أن غاب عن تشكيلة